محمد، يا محمد كلمنا على الحتة دي ومهمة جدا خاصة في مجال الكتابة. مرحبا بك. فزي ما اسلفتي بكلام طيب وجميل انه الاعلام ذات نفسه يعني بيحتاج الى هندسه، فالكتابه طبعا صعبه شديد ومقيده، فبتحتاج لنحو يكون يعني لازم الزول يعني يكون اللغه العربيه بالنسبه له تكون بروفيشنال يعني. ولكن الـ 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 زي ما قال الاستاذ كوميك انه المستمع لما يتلقى مثلا هو درامي طبعا من الدراميين او مثلا متلقى من المذيع، فدي حاجه ممكن نحن نغطي يعني بعض الخفقات، لكن الكتابه طبعا صعبه وانت جربتي في تعب عالي، فحاجه صعبه شديد يعني بالنسبه مخاط ولاده. ايوه صحيح، الاسلوب نفسه يعني صحيح. ايوه بالاضافه للترتيب او هندسه الكلمات. صحيح. هندسه المفردات. ايوه صحيح، كانت تيجي عليها هندسه الجمل. ايوه صحيح، هندسة الفقرات. أيوة، هندسة الموضوع كله بعد ذلك. أيوة، فيه صعوبة يعني بصراحة زي كرة الشراب لما لما تجي التلفزيون ده بتلعب بالكفر. أيوة صحيح، إيش رأى وبتاع. صحيح. أيوة. لكن في حين بتلعب لعبة كرة الشراب من تمها. أيوة صحيح. أيوة.